ضيفتنا اليوم سيدة أعمال ناجحة، حبها لعالم الأعمال دفعها للعمل والمثابرة على مدار سنوات طويلة، فوصلت للي هي عليه اليوم من نجاح وخبرة. خلونا نتعرف عليها أكثر في هذا التقرير. قررت أنه خود وفوت بعدة مجالات وبعدة صناعات، وهذا اللي عملته من وقت ما بدأت من 20 سنة، أني أنا أتعرف على كل المجالات والصناعات وأشتغل فيها، لأنه كنت عارفة أنه رح أوصل للي أنا فيه اليوم. كل شخص عنده فكرة أو عم يفكر بشركة ناشئة ما يخاف، يثابر بالقوة وبالمثابرة وبالإيمان، رح يقدر يوصل لهو البدو إياه. سيدة أعمال لبنانية ومؤسسة دنت كاست، تشغل عضو تنفيذي في المجلس اللبناني للسيدات القياديات، وعضو تنفيذي في إليت وومن نتورك انترناشنال، وعضو تنفيذي لمجلة بيوند ذا ماجازين. لها خبرة طويلة في الاستشارات وريادة الأعمال. تسعى لإنشاء شبكة متماسكة بين رواد الأعمال وطلاب الجامعات والخريجين الجدد في الوطن العربي من أجل تسهيل التعاون بينهم لخدمة الأعمال. معنا السيدة أولغا إبراهيم. أولغا إبراهيم سيدة أعمال ومؤسسة ذا نت كاست، يا صباح الخير ويسعد صباحك والحمد لله على السلامة، نورتينا. صباح النور هدى، شكرا لك، شكرا للاستضافة. يعني ما شاء الله مسيرة حافلة، خبرة أكثر من 20 سنة في مجال الأعمال، كيف كانت بدايتك؟ بدايتي أنا شوي فيها نوع من التحدي، لما كنت بلشت عن صغر بشركات معروفة حلفني الحظ أن أبدأ فيها بإدارة الأعمال، وخلتني حتى أني عالمياً أقدر فوت بمجالات أكبر وصناعات أكثر أقدر أعرف فيها. ولما هيدا الشيء الشغف اللي أنا كنت فيه، قررت أنه يكون في شغف علم، أني فوت بالعلم أكثر أنا وعم بتعلم، تكبر هالاستراتيجية اللي أنا فت فيها وإجتني بهيدا الوقت بالزيت. كثير حلو. طيب إيش طبيعة عملك الآن؟ كيف اختلفت أو تطورت يعني على مر السنين؟ يعني 20 سنة مش بسيطة. إيه طبعاً أكيد. هلأ مثل ما حكينا أنه The Netcast هو منصة للرواد، بس بدوي على الأعمال وعلى النجاحات وعلى كل شغلة هن بيعملوها اليوم من مر السنين لغاية اليوم، خاصة الشركات الناشئة كمان غير رجال الأعمال وسيدات الأعمال. طبعاً التطور عبر السنين اختلف كتير على المستوى العلمي، على المستوى الثقافي، على المستوى المعرفة، على مستوى أصلاً إنه التعامل مع الناس، لأنه أنت بس تكوني مع سيدات ورجال أعمال ورواد بدك تتعلم كتير منهم. صحيح. تقدري توصل إلى اليوم. صحيح. طيب مين أكثر أحد دعمك في هذه المسيرة الحافلة يعني بالنجاحات؟ شوفي، على طول حدا ما فيك تكوني لحالك أكيد، بس أنا بقول في عند العائلتي الكبيرة، أهلي هن الأساس، بس العائلة الكبيرة هن الأصدقاء، واللي هن فعلاً أنا بشكرهم على وقوفهم حدي من أول خطوة أنا خطيتها لغاية اليوم، واليوم عم بيزيد أكتر أصدقاء معي وعم بيوقفوا جنبي ويساعدوني، وأنا ما فيني غير أقول لهم شكراً على هالثقة، شكراً على وجودكم معي. طيب مين قدوتك الحين في هذه المرحلة من حياتك المهنية؟ شوفي، بدي أقول لك شغلة، إنه القدوة كل شخص بفوت بحياتي هو بتعلم منه، وكل شخص بقول له أنا عم بعرف معلومات منك وعم بتعلم منك وعم بيكون عندي الصبر منك، لأنه بتعرفي في أوقات أشخاص بتمرق هفوات عنده، بيمرق بتصرف منه مزبوط، الإنسان بيغلط طبعاً، بس مش معناتها أنه لازم يوقف محله إذا غلط بهيدي النقطة. فكرمل هيك أنا كل شخص هو بالنسبة لي قدوة عم يمرق بحياتي. طب إيش استفدتي يعني كونك مستشارة من خبراتك في هذا المجال؟ الخبرات أكيد كبيرة، لأنه أنا كل مجال يعني كل شخص بحاوره هو بمجال مختلف، أما المجالات والصناعات المختلفة لازم أنا فوت فيها تقدر أعرف عنها. فكيف أنا بمجالي أوريدي كإدارة أعمال وكمعلومات زادوا هالمعلومات أكتر معي، فكم هائل من المعلومات صار عندي، وبعرف أنه أكتر بالأيام الجاية رح يكون في أكتر معلومات أني أتعلم فيها. طيب قولي لنا قصة نجاح ربط شخصيات في عالم الأعمال ومع طلاب في هذا المجال. أنا بس أعمل هيدا الحوار أوتوماتيكلي الأشخاص اللي كان في شركة ناشئة أو سيدات أو رواد أعمال ورجال أعمال بيصير في تعاون
على الوقت السريع يعني بيكونوا عم يحضروا بعد، كيف كل شخص من الطلاب يقدروا يستفيدوا من المجال اللي أنا عم ضوي عليه. عم بيصير في تعاون بطرق من الطرق، كنا عم نحكي بالفود اندستري، بالاركيتكت، بالانتيرير، بالعالم الموضة، فبيتفقوا مع بعض. أنا بس ما عم بحكي عن نطاق بس لبنان، أنا عم بحكي عن نطاق عالمي، لأنه بالجي سي سي كونتريز بالخليج كتير عندي أشخاص يعني بحبون كتير، صار في كتير تعاون معهم واتفقوا مع الطلاب، وكل شخص بيتصل فيهم بيكونوا هن يعني فاتحين إيديهم لهم، وهذا المفروض صراحة يصير. طب إيش تقولين للناس اللي ما عندهم طولة بال ويستسلمون بسرعة من أول تحدي، يعني خاصة في ريادة الأعمال وفي مجال الأعمال، هذا مجال جدا صعب يعني. صح، التحديات كبيرة أصلا وصعب كتير، ما لازم يوقف. المثابرة والإيمان مثل ما قلت هن أهم شيء، هيدي الحياة وفيها طبعا فيها بدها تجي تحديات مشاكل، لازم يشوفها للمشاكل والتحديات بطريقة لذة، لأنه التحدي هي أنا بعتبرها بوش لقدام، تصور جديد، أفكار جديدة يقدر واحد يفوت فيها أكتر بمجالات أخرى ويكبر فيها. طب قد إيش مهم إن إحنا نستغل الوقت، يعني الوقت يعني يروح ما يرجع. صحيح. فقد إيش مهم إن إحنا نستغله خاصة في ريادة الأعمال وفي يعني مجال الأعمال عموما. لما كنا من قبل، من وقت ما تخرجنا، كان في أشخاص تساعدنا وفي أشخاص ما كان في عم بتقدر تساعد، ما بتقدر حدا يساعدها. هيدا الشيء خليها تتأخر إن تفهم إنه معنى الوقت كتير مهم، لأنه أنا لما بدي استثمر بهيدا الوقت يا بدي استثمره صح وما خلي من الشخص الآخر أخذ منه وقته وخسره، لأنه هيدي خسارة لإله. فأنا لازم أحترم الوقت لنفسي وللشخص الآخر تقدر حتى كمان أنا أنجح بالوقت اللي أنا عم بستثمره، لأنه أنا لما بدي أجي عند هدى إلا هدى أنا بحاجة إليك لواحد اثنين ثلاثة، أنا هون عم بياخد من وقتها، بس عم بعطي من وقتي بس بدي استفيد من هيدا الوقت. صحيح. طيب نصيحة أخيرة وسريعة لكل الناس اللي يتابعونا وحابين يدخلون هذا المجال الكبير، ومن خبراتك السابقة. المثابرة، القوة، التحدي، هيدا كل الاشياء، كل اللي بدهم المطبات اللي بدهم يمرقوا فيها ما يعتبروها هي رح توقف قدامهم، بالعكس هيدا شيء جديد لهم، هيدا خلين يعتبروا كل خطوه بيخطوها هي قوه لهم. اكيد. شكرا لك، يعطيك العافيه، وان شاء الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله نشوفك في لقاءات ثانيه باذن الله، وشكرا لحضورك معنا. شكرا.